السلام عليكم. هنتعلم النهاردة مع بعض غرزة سهلة جدا جدا، اسمها غرزة البيكو. غرزة البيكو دي لما انا احب اعمل كنار لشغلي يكون مثلا في طروف كده طالعة شوية، بعمل الغرزة دي. لو انا مثلا بشتغلها على اي نوع من انواع الغرز. انا ده كنت بادي اصفي غرزة عمود بلفة. لو انا هاجي اشتغل الغرزة اللي بعد كده عادي هلف الخيط لفة وهدخل في غرزتي وهشتغل العمود بتاعي عادي، ولو فضلت مكملة كده هكمل السطر وهيبقى في الاخر طرف السطر من فوق مستقيم، مش هيبقى فيه اي حاجة. لكن لو انا عايزة اعمل غرزة البيكو دي بتبقى عاملة زي الدايرة الصغنونة. بعد ما انا خلصت كده الغرزة بتاعتي بقوم واخدة 3 سلسلة او على حسب انا عايزة كام واحدة، 1 2 3، عملت 3 غرز سلسلة. وبعدين باجي اعمل الغرزة منزلقة في الغرزة نفسها اللي انا كنت فيها. لو تاخدوا بالكم ده كده طرف الغرزة، الاتنين دول كده مع بعض، الخيطين دول هما طرف الغرزة. باجي امس ادخل كده في راس الغرزة وفي اللفة اللي وراها، هما دول راس الغرزة، هعمل فيهم غرزة منزلقة واقوم خارجة من السلاسل بتاعتي كده. كده انا اتكونت عندي غرزة البيكو، وارجع بعد كده اكمل شغلي عادي عمود في الغرزة اللي بعديها. بعد ما اخلص الصف بتاعي خالص، لو انا كررت غرزة البيكو دي مثلا كل 3 غرز ولا حاجة، هلاقي ان انا بقى عندي كنار فيه دوائر صغنونة. اشوفكوا الغرزة الجاية.